صباح الخير عليك يا ابو سنت، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب. النهارده كلنا عارفين 14 فبراير، وده عيد الحب العالمي او يوم الفالنتاين، وكلنا عارفين المناسبه التاريخيه بتاعته، بتاعت القديس فالنتاين اللي كان بيزوج الناس سرا رغم التعليمات المشدده وقت ذاك بعدم الزواج. كانت هناك حاله حرب في البلاد، ولكن هذا القديس خرج عن المألوف وخلى كل الناس تتجوز، علشان كده سموه بالفالنتاين دي. وهذا القديس أعدم بعد ذلك بقرار من الملك. طبعا احنا المصريين بطبيعة الحال يعني مش هنحتفل بالمناسبة دي مرة واحدة في السنة، احنا لازم يعني يبقى لنا عندنا كده ايه شيء مميز احنا بنحتفل بيها مرتين. المرة التانية كان دعا عليها الكاتب الصحفي مصطفى أمين يوم 4 نوفمبر، واللي سماه بعيد الحب المصري، وكان ليه معاني كتير جدا، مش بس يعني بتخرج عن فكرة الحب ما بين الحبيبين أو العاشقين، لكن في كل الأحوال أعتقد أن الأيام دي بتبقى مناسبة كويسة للناس علشان تعبر عن مشاعرها للطرف الآخر، عشان الإبن يدي وردة لوالدته، عشان الطالب يدي وردة لدكتورته في الجامعة. مش لازم الأمر يعني يبقى ما بين الحبيبين، بنشوف مشاعر كتير جدا في هذا الأمر بتتكلم عن هذا العيد بأشكال مختلفة. أنا بتكلم في التعبير عن المودة والترابط بين الإخوات، بين الأب وابنه، بين أفراد العيلة الواحدة، ما بين كل الأصدقاء، كل هذه أشكال للحب. عايزة أقولك في ناس بتاخد موضوع الفالنتاين ده بجد قوي، يعني في ناس بتهتم قوي باليوم ده، وبيحبوا إن هم يجيبوا هدايا ويلفوها بلفة معينة. صحيح. عامة الحاجات دي بتبقى لطيفة قوي، إنه الإنسان يبقى حاطط مجهود في أي حاجة بيعملها. يعني ممكن حتى لو أنت قاعدة في البيت كده وجوزك جاي بالليل، مش لازم حتى هدية، لو لسه احنا في نص الشهر والدنيا إيه ممكن تبقى صعبة شوية، ممكن تعملي له أكلة، كيك، الحاجات اللي دايما معمول فيها مجهود. ودايما بنلاقي لسه المخطوبين جديد هم بيحبوا قوي يحطوا مجهود كبير في الهدية دي، بتبقى ليها لفة معينة. لكن في الحقيقة يا مصطفى أعتقد أن عيد الحب ما ينفعش أن احنا نختزله أو نحصره بس في فكرة الدباديب والورد والهدايا، رغم أنه مهم طبعا، ولازم أنه من وقت للتاني كل حد يعبر للشخص اللي قدامه عن حبه. على فكرة زي ما قال مصطفى، مش لازم يكون ما بين اتنين بيحبوا بعض، ممكن مامتي عايزة أقول لها شكرا على حاجة معينة، بابايا، أخويا، صاحبتي حتى. بحب أنا على فكرة فكرة الهدايا، يعني بحبها جدا، بحب أنه لو أنا مسافرة أجيب لوحد صاحبتي حاجة، الحاجات دي بتخلي اللي قدامك يحس أنه أنت شخص مهم. الحقيقة الحب معناه أشمل شوية وأكبر من فكرة الهدية، لكن مهم أنك تبين اللي قدامك أنك في عطاء وتفاهم ومشاركة ومودة وكلمة طيبة، وفي مجهود ممكن يتحط في اليوم، حتى لو أنت النهاردة بس مش هتعمل حاجة غير أنك تعبر للقدامك قدامك زي ما قلت في الأول، أكلة مثلا أو الحاجات دي، مهمة أن احنا من وقت للتاني مش فكرة نحتفل بيها بس لهو نعبر بيها. صحيح جدا، وزي ما قالت بسنت، الحب هو اهتمام، هو اهتمام بكل التفاصيل. شجرة الحب دائما بتسقى أو بتروى بماء الاهتمام، زي ما بيقول الاهتمام بكل اللي حوالينا، بكل الناس اللي احنا مرتبطين بيهم. أعتقد النهاردة يعني في صباح الخير يا مصر هنحاول نعبر عن ده بشكل آخر، هنعبر عن فكرة الفالنتاين دي وعيد الحب بشكل مختلف. هيكون معانا نماذج لفكرة العطاء، هيكون معانا السيدة اللي تبرعت بفص من الكبد بتاعها لزوجها، هيكون معانا السيدة اللي بتساعد زوجها في الورشة واللي بتشتغل معاه فيها واللي بيوفروا مصاريف البيت والأولاد. كل نموذج من هذه النماذج فعلا هنقدر نقول لهم شكرا ليكم، انتوا وصلتوا لنا المفهوم الحقيقي للحب، قدرتوا بطريقتكم وبعطائكم انكم تقولوا فعلا ان ده عيد حب حقيقي، وان الحب مش مجرد هديه في العيد، لا، الحب عطاء، الحب يعني افعال لا اقوال. بالظبط، كنت لسه هقول لك انه مش كلام بس، يعني مش كلام. احنا بنتكلم على سيدات، بقالنا فترة بنتكلم عن سيدات كتيرة قرروا ان هم ينزلوا يساعدوا ازواجهم وبيتهم وولادهم في دخل اضافي للبيت، لكن احنا بنتكلم كمان النهاردة عن امرأة تبرعت بفص من كبدها. يمكن ما فيش كلام تاني يقدر يعبر عن حب غير الفعل ده. بالظبط، يعني حتة من جسمها. بالظبط، يعني بحس انه المواقف دايما يقولك بتبين، او الشدة بتبين الـ سواء الصحاب الحقيقيين او الاشخاص الحقيقيين اللي في حياتك، حتى
العيلة على فكرة، ممكن حد يفضل يقولك أنا جنبك أنا جنبك، بس لما يحصل موقف بجد ما تلاقيش حد حواليك. فلما نلاقي ست قررت أنها تحط حياتها على المحكة عشان تنقذ جوزها، يعني ما فيش بعد كده. صحيح. إحنا معانا نماذج كتير جدا هتكون معانا النهاردة في الحلقة اللي بتعبر عن حبها بالعطاء والمشاركة والتفاهم. ربنا يا رب يجعل كل أيامنا يا رب كلها أعياد. ومرة تانية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، ونصبح عليكم.